بونجور واضح. انا لمياء جمال. انا بديت نغني عمري 9 سنين، لكن دخلت في الفن بال 2011 ببرنامج ستار اكاديمي 8، ولكن ما وصلتش فيه يعني بالبداية، يعني في الاخير شاركت في ذا فويس الموسم الاول ووصلت لمراحل متقدمه، ومن وقتها يعني دخلت في الفن. وعلى فكره انا كنت ندور على اغاني تونسيه باش تكون في الالبوم، لكن ما لقيتش ولا واحده ستايلي انا والشيء اللي يبرز لي صوتي، وان شاء الله في الالبومات الجايه اكيد راح يكون في اغاني تونسيه. يعني رغم اني عايشه برشا لبرا، تونس الملجأ الاساسي لي، يعني راحتي هون، يعني من ما فهميش مع بلد اخر يعوضها بصراحه. انا حساسه برشا برشا برشا، واغلب الاغاني اللي انا غنيتها يعبروا عني ويعبروا عن الواقع اللي انا عايشته. واحده تضرب واحده لا، والحمد لله هي اغنيتي ما يفيدون ضربت ونجحت والحمد لله. وانا يعني كنت متوقعه، يعني متوقعه انها بشغل.